السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. كثير منا بيستخدم سكريبت الوورد بريس مفتوح المصدر حتى إنه ينشئ عليه موقعه، لكن الوورد بريس فيه له كثير إضافات بلاجنز وثيم، فممكن هذه الأمور اللي أنت بتضيفها من بلاجنز وثيم على الوورد بريس تكون بتحتوي على ملفات خبيثة دون علمك، ملفات لاختراق موقعك أو ملفات شيل وما إلى ذلك. طبعا انا في هذا الفيديو راح اعرض لكم كيف انكم تحموا حالكم لاقصى درجه من الملفات هذه الخبيثه اللي ممكن تتسرب لموقعكم، كيف تحمي الوورد بريس في موقعك باقصى درجه ممكنه. طبعا في البدايه احنا زي ما انتم شايفين احنا في السيبانيل، فانت من خلال السيبانيل في خاصيه لحمايه مجلد الادمن في الوورد بريس، يعني غير اليوزر نيم والباسورد اللي بتدخل فيهم على الوورد بريس، راح نحط فاير وول اضافي كيوزر نيم وباسورد اضافيات لحمايه هذا المجلد. ف في السيبانيل تحت بند سكيورتي في عندنا باسورد برودكت دايركتوريز، نضغط عليها اوكي. بعد هيك بنروح على مجلد الادمن اللي هو دبليو بي ادمن، نضغط عليه. زي ما انتم هنا شايفين بدنا نحمي هذا المجلد، بنحط تشيك او اشاره صح على المجلد، وبنكتب هون شو الرساله اللي تظهر للناس اللي بحاولوا يدخلوا على هذا المجلد، فبنخبرهم انها هذه عباره عن الادمن اريا. بعد هيك بنضغط سيف Go back. طبعا بعد ما شفنا انه التشيك صارت موجوده والادمن اريا موجوده، بنروح بنضيف يوزر على هذا المجلد بنسمح له انه يدخل. فبضيف انا يوزر اد، فهون زي ما انتم شايفين انا ضفت يوزر على هذا المجلد، وبقدر ادخل من خلاله. اسم المستخدم امين، واليوزر نيم امين 11 2 2 3 3. فهيك ما بقدر اي حدا يدخل على ادمن الوورد بريس الا لا يكون مع هذا اليوزر نيم والباسورد، وبعد هيك بدخل اليوزر نيم والباسورد الخاصات في الوورد بريس نفسه. طبعا من الامور الثانيه اللي لازم نحكي عنها اللي هي حمايه مجلدات الوورد بريس الاخرى، لكن مش بهذه الطريقة. راح نمنع داخل المجلد وورد بريس كونتنت، مجلد وورد بريس انكلودز، انه اي شخص يضيف اي ملفات بي اتش بي ويطلبها انه هذه الملفات تتعطل، يعني بمعنى اخر ممنوع ينطلب اي ملف بي اتش بي من داخل الوورد بريس كونتنت او الوورد بريس انكلود خارج اداء نظام الوورد بريس نفسه، يعني ممنوع اي ملف ينطلب في داخل هدول المجلدات دايركت. فعشان نعمل هذه الطريقه راح نستعين بملف اتش تي اكسس ونرفعه على السيرفر حتى انه يقوم بعمليه الحمايه الموجوده. فبنضغط على الفايل زيلا، فهون عندي مجلدات الوورد بريس الثلاث، فالدبليو بي كونتنت بفتح المجلد وبرفع عليه ملف الاتش تي اكسس. طبعا الملف مرفوع مسبقا لكن حتى افرجيكم. طبعا محتوى الملف هنا زي ما انتم شايفين، محتوى الملف انه بيمنع دخول اي شخص على اي ملف دوت بي اتش بي داخل هذا المجلد، فراح يعمل ديناي مباشره. طبعا نفس الملف لازم نرفعه على دبليو بي انكلود، تمام. فهيك احنا بنكون حمينا وامنا الوورد بريس الخاصه بموقعنا، ملف الاتش تي اكسس الخاص بالحمايه ايضا راح ارفع لكم اياه تحت الفيديو، بتقدروا تحملوه ان شاء الله. وبالنسبه للملفات الاخرى عندك على ويب سايتك في الوورد بريس، دائما تفقد الملفات اللي موجودة انها هي ملفات خاصة فيك، وملفات الوورد بريس الاصلية ما يكون اي ملف منها ملف خبيث. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير.